إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير، القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. قارئتنا في حلقة اليوم هي سمية بنت عبد الله بن حمد الكلباني، تبلغ من العمر 14 عاما، طالبة بمدرسة الحيال للتعليم الأساسي بولاية عبري. سمية في الصف التاسع وحاصلة على المركز الثاني في صفها، متفوقة في دراستها، ومثلت مدرستها في مسابقة التنمية المعرفية، وأيضا تشارك بفعالية في الإذاعة المدرسية. القارئ الصغير، مرحبا سمية. أهلا بك أستاذي. بداية حبيت أني أذكر بعض من أبيات الشعر للشاعر الأعشي. ترحيبية ولا إيش يعني؟ ترحيبية. إذا ترحبي أنا اللي يفترض أرحب بك. طيب تفضلي رحبي. دع الهوينا لأهل العجز والكسل، وعانك الصبر واغنم ساعة العمل، ولامس النجم في عز وفي شرف، وسابق الريح في حل ومرتحل. والله والله لو كنت تدري ما خلقت له، لبات قلبك بالأجشان في شغلي، ولا سعدت بنوم أو لهو بما يلهيك عن منزل السادات والنبل. ولا رضيت بدنيا كلها ندمي، سعت لكل حقير من بني السفل. يكفيك أن رفيق العلم منزلة بين السماكين مرفوعا على زحلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتشرف بوجودي في هذا البرنامج لأقتطف لكم كتابا قرأته واستفدت منه. ما شاء الله عليك. إذن إيش شو رأي يعني؟ هذا ترحيب عجيب. يعني أنا تخيلت نفسي أنا الضيف عندك هنا. أنت شكلك تشاركي في الإذاعة المدرسية صحيح؟ طبعا. طبعا أول أشكرك على الترحيب، لكن أنا ما أقدر أسابق الريح. أنت دايما تشاركين في الإذاعة المدرسية؟ طبعا. وتقرأين شعر مثل هذا؟ يعني في المقدمة أقرأ شعر، يعني بها أبيات من الشعر وأقرأه. هذه الأبيات قلتي لي للعاشق؟ نعم. طبعا هي في شوية في التشكيل كذا، لكن نعديها طبعا. بس أبياتك إلقائك جميل يعني. في الصف التاسع وتشاركي في الإذاعة المدرسية، شكلك إذن تقدمين الإذاعة المدرسية صح؟ نعم. ولك مشاركات أخرى، كلمة الصباح مثلا؟ يعني حسب، مثلا هناك بنات يعني أخريات يلقن جميل الإلقاء، إذا كانت واحدة يعني تطلع مقدمة فأنا أتناوب عنها في الكلمة. ما شاء الله. وأيضا أنت مشاركة بفعالية أيضا في نشاطات المدرسة الأخرى،
شاركتي في مسابقة التنمية المعرفية على مستوى المحافظة؟ نعم شاركت على مستوى المحافظة وحصلنا على المركز الخامس، ثم شاركنا على مستوى السلطنة وبعون الله وتوفيقه حصلنا على 12. نعم، أنت طبعا كنت مشاركة لزميلتك نجود الكلباني اللي استضفناها في حلقة سابقة من هذا البرنامج، صح؟ نعم. سألناها في هذه الحلقة عن المشروع اللي شاركته فيه، تشرحي لنا إياه مرة ثانية؟ طبعا المشروع عنوانه أولا الساعة الرقمية للمكفوفين، يعني أختصر الكلام وأبدأ بكيف وطريقة عمل المشروع. طبعا قمنا بعمل هذا المشروع كباقي الساعات، قمنا قسمناه إلى أسطوانتين، الأسطوانة الأولى عبارة عن الساعات والأسطوانة الثانية عبارة عن الدقائق. قمنا بعمل خطوط على هذه الأسطوانتين عن طريق الشمع، فيقوم المكفوف بتلمس هذه الخطوط، فإذا ظهر خطان فبالتالي تكون الساعة الثانية، وهكذا يعني تستمر تلقائيا وحدها يعني تعمل إلى أن يظهر 12 خط، يعني الساعة 12. نعم جميل جميل. وفي طبعا أنت أيضا رحتي معرض الكتاب هذا السنة؟ نعم رحت وانتقيت بعض الكتب المفيدة منه. ماذا انتقيتي؟ إيش الكتب المفيدة؟ هناك الكثير من الكتب ولكني أذكر بعضها، مثل كتاب لون حياتك، وأيضا كتاب اللغة العربية، وكتاب للتسلية هو الفكاهات والضحك. يعني أنت شكلك تحب نوعين قراءاتك، صح؟ نعم، مثلا يعني ما كل وقت يعني أكيد فقط يعني للمعلومات المهمة، أيضا يعني في التسلية مثل ما ذكرت سابقا كتاب الفكاهات والضحك. طيب ليش اخترتي إذن كتاب المفاتيح العشرة للنجاح لإبراهيم الفقي؟ هناك أسباب عديدة ومتنوعة ولكني أذكر بعض هذه الأسباب. السبب الأول عنوان الكتاب المفاتيح العشرة للنجاح، صراحة وحقيقة أن هذا الكتاب شدني كثيرا من خلال عنوانه. ثاني سبب ألا وهو المؤلف، كلنا نعرف أن الدكتور إبراهيم الفقي مؤلف هذا الكتاب مشهور جدا في عصرنا الحالي. أما السبب الأخير هو أنني أحب أن أقرأ الكتب التي تتكلم عن النجاح كوني طالبة في المدرسة في الصف التاسع. ما شاء الله. وإيش هي هذه المفاتيح العشرة للنجاح؟ هناك طبعا من خلال عنوان الكتاب نعرف مضمون الكتاب. المفاتيح العشرة، أول شيء المفتاح الأول وهو الدوافع، المفتاح الثاني ألا وهو الطاقة، أما المفتاح الثالث المهارة، المفتاح الرابع التصور، والخامس الفعل، أما المفتاح السادس التوقع، السابع الالتزام، والثامن المرونة، أما المفتاح التاسع ألا وهو الصبر، العاشر الانضباط. طبعا نرى في هذا الكتاب أن المؤلف من خلال هذه المفاتيح قام بالتسلسل، كما ذكرنا أن المفتاح الأول اسمه اللي هو الدوافع يؤدي إلى الطاقة، والطاقة تؤدي إلى المهارة، وهكذا. ما شاء الله عليك، والله تتكلم عن الكتاب يعني بسهولة وسلاسة. طيب أريد أسألك عن يعني المرونة، يعني كيف المرونة مفتاح من مفاتيح النجاح؟ المرونة وهو قوة يقصد به قوة الليونة، يعني المرونة يجب انك تكون يعني مرن في النجاح، يعني لازم انك تكون مرن وصبور عندما تريد ان تنتقل او تصعد الى النجاح. نعم. والانضباط؟ الانضباط طبعا هو الانضباط وهو الطريق الى النجاح، يجب يعني انت تعد خطط ملتزمه في هذا الكتاب، لابد انك تنضبط في هذه الخطط وتمشي على هذه الخطط. نعم جميل. ايضا انا عرفت منك انك شاركت في مهرجان عبري، ايضا مهرجان الحواضر والبوادي. نعم شاركت في الخطابه. نعم القيت يعني خطبه قصيره عن العلم، ولكني الآن سوف أتحدث عن خطبة ثانية وهي السعادة. المهم أن نسمع خطبة منك. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليست السعادة قصر عبد الملك بن مروان، ولا جيوش هارون الرشيد، ولا دور ابن القصاص، ولا كنوز قارون، ولا في كتاب الشفاء لابن سينا، ولا في ديوان المتنبي، ولا في حدائق قرطبة أو بساتين الزهراء. السعادة عند الصحابة مع قلة ذات اليد، وشظف المعيشة، وزهاد الموارد، وشح النفقة. ليست السعادة شيكا يصرف، ولا دابة تشترى، ولا وردة تشم، ولا برا يكال، ولا برا ينشر. يعني إذا ما شيء ما خليتي لنا شيء أسباب للسعادة يا سمية. كل هذا ليست سعادة كذا، ولا حتى الوردة مش أشم الزهرة مش سعادة. إيه طبعا، تكون السعادة من القلب نابعة. جميل جميل. بس أنت ما شاء الله شكلك يعني متدربة على الخطابة. نعم. وتشاركي في المدرسة أيضا بإلقاء خطب؟ طبعا يعني المدرسة متسوي يعني واجد مسابقات عن الخطب، لذلك يعني في الإذاعة المدرسية بس. هيو. أنا أريد منك أيضا بعد شعر مثل الشعر اللي رحبتي به في البداية، حافظة شيء؟ نعم. تحية نائم من شذا المسك أطيب، ومن قطرات المزن أصفى وأعذب، وتبريح أشواق إذا ما تنفست يكاد لها فحم الدجى يتلهب، وقلب بضيق الصدر عن نبضاته ويخفق غيظا بالجناح ويضرب. الله، هذا جميل. تمنيت هذا في الترحيب، لأنك ذيك الساعة قلتي لي سابق الريح. صعب علي سابق الريح. زين، إيش تتمني تكوني لما تكبري؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى أتمنى أن أكون مهندسة إلكترونيات، كوني يعني كوني شاركت في مسابقة التنمية المعرفية، واخترعت أنا وزميلتي مشروع الساعة الرقمية للمكفوفي. ما شاء الله. وإيش إن شاء الله راح تعملي عشان تحققي هذه الأمنية؟ طبعا من الأوليات لكي أحقق هذه الأمنية قراءة الكثير من الكتب عن الهندسة والإلكترونيات، وأحاول أن أخترع أشياء مفيدة في المستقبل بإذن الله تعالى. بإذن الله. إذن أنت لك هواية بالإلكترونيات؟ القليل يعني. جميل. هذا الاختراع اللي اخترعتي أنت ونجود. نعم. الساعة الرقمية، و يعني ايش ينقصه عشان يعترف بك اختراع؟ طبعا يعني هناك الكثير منه، يعني مثلا حنا صانعين يعني حجمه شويه كبير، لابد يعني لكي تكون ساعة رقمية طبعا باليد لابد ان تكون صغيرة الحجم لكي يستطيع المكفوف ان يوضعها في يده. ان شاء الله تستطيعين أن تتوصلي إلى ذلك في المستقبل بإذن الله تعالى. وإيش الحكمة اللي تؤمن بها؟ العلم ليس أن تعرف المجهول، ولكن أن تستفيد من معرفته. إيش معنى هذا الحكمة؟ معناته مثلا إذا أنت اخترعت أو اكتشفت شيئا قبل الآخرين لا يعتبر هذا علما، ولكن العلم يعتبر أن تكتشف شيء وأن تستفيد به في حياتك اليومية وفي المستقبل. بمعنى أنه الاختراع يجب أن يكون مفيدا للناس لكي يعتبر علما، صح؟ نعم. جميل، حديث معك ممتع وشيق. شكرا جزيلا لك سمية بنت عبد الله بن حمد الكلباني. شكرا لك أستاذ. شكرا لك. طبعا أنت طالبة بمدرسة الأحيال للتعليم الأساسي بولاية عبري، تبلغين من العمر 14 سنة، وما شاء الله حوارك أكبر من سنك. شكرا. شكرا جزيلا لك. عفوا. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.